النخوة هي الدفان اللا إرادي نحو الحق واستعدادنا الدائم لنصرة المظلومين والمحتاجين وتقديم المساعدة لهم دون أدنى تردد وبكل إخلاص وأمانة. أنا أخوكم سعيد صالح في برنامج نخوة. أولاً أحب أعيد عليكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير بشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير. لما جاتني الفرصة أني أشارك في برنامج نخوة كنت سعيد جداً، لأنه فعلاً البرنامج هذا أنا بحس أنه فيه كثير من الإنسانيات ومن الطاقة الإيجابية ومن الأحاسيس اللي بتخلي الواحد يحس أنه لسه الدنيا بخير. قدموا لي سيناريوهات كثيرة فقريت وحسيت أن السيناريو هذا شدني جدا، على طول توجهت إلى الاستوديو وبدأنا نجهز الحلقة. بدينا نجهز طبعاً للحلقة. بيبان عليه البساطة وبيبان عليه كبر شوية في السن ويبغى يحاسب في مطعم محترم بعد ما تعشى وعين من الله خير، جاء له الويتر وقدم له الفاتورة. شوف ايش اللي صار. مرفوضة يعني ما فيها فلوس. دقيقة بس، ايضا مرفوضة. والله يا اخوي ما ادري ايش السالفة، انا توني والله شاري اغراض فيها قبل شوية. اللي واضح انه ما فيها فلوس. الله يعطيك العافية. يعني شويش بس، الله يرحم والديك وشويش، لا تحرجني مع الناس. الله يرحم والديك، خل المدير يجي، خل المدير يجي يا ابن الحلال. بس ما تطلع من المحل انا كذا. ما اللي بطالع يا ابن الحلال، ما اللي بطالع يا تكون على مسؤوليتي ترى الموضوع. السلام عليكم. اهلا وسهلا. حبيبي انا ما ادري، انا البطاقه حقتي كنت تو شاري اغراض قبل شوي من المحل اللي جنبكم. تمام. وشغال البطاقه بس لما جيت هنا ما ادري ايش حصل، ما ادري ليش ما تشتغل. طيب معك كاش او شيء؟ لا والله ما معي. طيب ممكن تجرب مره ثانيه؟ بس انا مبين لي انه ما راح يدفع، يقول لي من البدايه انه ما راح يدفع. عادي احنا نزل عليك، خليه يجرب مره ثانيه. نزل لك اكل عادي لحساب المطعم يعني، ولا تسوي حركات. مسؤوليه تكون عاليه. جرب مره ثانيه كده، جرب مره ثانيه تفضل. طيب ممكن نطلع من هالمكان ونتكلم بشكل ثاني. طيب بشكل مرفوضة. هي مرفوضة البطاقة. الله يعطيك العافية. مرفوضة يا فندم. يا ابن الحلال. سم ابوي سم. كم حسابه؟ كم حسابه؟ ما اسمعك. الله يعطيك العافية. كم حسابه؟ لا لا هو جاء. هو من اول. لا لا معليش يا سالم. اخوي اخوي ابوي ما تبيني احاسبك. الله يخلي لك ابوك. الله يخلي لك. بعد اذنك. طيب انا بدايه ثاني واحد يجي النهارده بنفس النظام.
معليش معليش يا استاذي، هو جاي طالب من اول الموضوع يقول مبلغ الموضوع لا قبل الحلال والله ما عندي. الله يخلي لك ابوك الله يرحمه، الله يخلي لك يطول في عمره. هو طلب يقول انا عندي، هو من حاسب عليه، هو من البدايه يقول انا عندي الفلوس موجوده بحسابي، هو اللي لازم يدفع، هو اللي لازم يدفع. الله يخليك، الله يعطيك العافيه يا حبيبي، الله يعطيك العافيه. هو اللي معليش يا استاذ، استاذ يا اخي انت تدفع حساب انت ولا انت؟ انا اقول لك معليش معليش صاحي، والله عيب عليك اللي سويته، فضحتنا قدام الله وخلقه. والله ما دخل، هو ما دخل كنبة حاسب خلاص. هو معليش لازم يا حبيبي، معليش معليش يا ابن الحلال. يا استاذ، يا استاذ صراحة أنا ما كنت متوقع إنه بيصير هالردود الفعل الكبيرة هذه، لأنه كان مليان المكان عوائل وشباب وفي كذا يعني الناس كل واحد كان بحاله قاعد ياكل. فجأة صار كله قاعد يطالع فيني، وفجأة جاء فارس اللي هو أول واحد ساعدني، وكانت ردة فعله صريحة واضحة جدا إنه على طول هذا الشخص أبعد عنه، لا تكلمه، أنا مسؤول عنه وأنا بحاسب عنه. ترى صحيح نتكلم احنا، انت مالك دخل نتكلم مع الرجال. لا يكثر تراها، لا يكثر، لا حول ولا قوه الا بالله، لا تكثر. بص يا استاذ ما ينفعش خلاص، لا ينفع. ايه وش دخلك انت؟ انت وش دخلك يا استاذ؟ خلاص هو احنا نقول بين واحد ثاني واحد على نفس النظام، انا محترم. يا اخي يا حلال انت عاد صارخ، يا عاد صارخ يا حبيبي. انا ما صرخت، انا ما صرخت، هذه فلوسك خلاص. انت تفضل، اقعد انت خلاص. انت تفضل على طاولتك يا استاذ. يا اخي صوت كذا، صوت عالي وجمال. الصوت مو بعالي، لكن هو من اول يقول. لا لا يا اخي، من اول يا اخي، من اول يقول ما عندي فلوس. لا شغل يا لا شغل يا لا شغل يا لا تطلع صوتك. طبعا لما وصلنا الى لحظه حسيت انه فعلا الوضع مره احتدم، كان الوضع لازم يعني اقوم وادخل، لانه حسيت انه الناس بدات تعصب كثير على زميلنا اللي اخذ دور الويتر. اضطرينا في ذي اللحظه ان انا اكشف عن نفسي، شلت الميك اب في المكان، حسيت برده فعل كبيره، في ناس كثير ما عرفتني. طبعا لما وصلنا الى لحظه حسيت انه فعلا الوضع مره احتدم، كان الوضع لازم يعني اقوم وادخل، لان حسيت انه الناس بدات تعصب كثير على زميلنا اللي اخذ دور الويتر. اضطرينا في ذي اللحظه ان انا اكشف عن نفسي، شلت الميك اب في المكان، حسيت برده فعل كبيره، في ناس كثير ما عرفتني. خلاص أكرمكم الله. تعال 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 تعال، قسما بالله اللي سويته هذا مجل، لأنه ما يقف مع الكبير، ما يقف مع الكبير ولا يحترم ولا يحسن الناس إلا اللي متربي مثلكم وشرواكم. فارس عجبني أنه هو أول واحد بادر، وهو يمكن كان أصغر واحد موجود في المطعم، فهذا شيء جدا يعني أثني على تربيته. هذه النخوة وهذا الحب وهذه الأخوة وهذا الصدق المساعدة فعلا أسعدني، وفعلا حسسني بقشعريرة أنا من زمان ما حسيت فيها. أعرفكم بنفسي، فارس بن مبارك المصعبي. كنا في الكافي جالسين، لو يجي طويل العمر واحد عند الشايب وهو إياه على الحساب، طلع الحساب مرفوض الشبك، خليناها تمشي. جاء المدير بعدين يرفعون صوتهم عليه، يعني إحنا ما تحملنا الموقف هذا، يعني أنا ماني براضيها في أبوي عشان أرضها على واحد ثاني. ورحنا أنا وخوي
تزعلنا شوي حنا والمحاسب، صار شوشرة شوي في الكافي، استفزني الموظف ورميت 500 في وجهه، وبعدها لو طلع الشايب الممثل سعيد صالح، هذا اللي استغربنا منه بعدين. يا هلا يا حي الله فارس، يا حي الله صاحب النخوة، الله يبيك ما سوينا للواجب. والله إنك صراحة أسعدتنا كلنا اليوم. ما سوينا الواجب يا أستاذ سعيد. أنت تستاهل هذا الوسام الحلو. تستاهل الطيب. سلمت ما قصرت. أنت اليوم أثبتت إن شبابنا السعودي فيه الخير. أبد ما سوينا الواجب اللي علينا. والله العظيم إنك فاجأتني أنا طول المشهد. أنت يا أستاذ سعيد اللي فاجأتنا. أنا طول الموقف. ما توقعنا الشيء ذا. طول موقف وأنا متفاجئ بردود فعلك، الله يحفظك ويخلي لك من رباك. وهذا طبعاً أنا أشوفه في كل شبابنا الحمد لله. ما يحتاج أكيد. الفزعة والنخوة. والكبير ما ينحط في موقف محرج عندنا أبد. عز الله أبد. عز الله أنك اليوم صراحة أسعدتني وأسعدت كل المشاهدين، وأنت مثال وقدوة وفعلا نخوة. ما سوينا للواجب. مرحبا بالليل. بالنسبة للرسالة، الشعب السعودي ما يحتاج أحد يوصيه، الشعب نخوة وشعب شجاعة وشعب مرجلة، ما يحتاج أحد يوصيه في الشيء هذا. إن شاء الله يا رب نكون وفقنا في هذه الحلقة. أنا مبسوط بالتجربة كثير، جددت فيني شغلات كثير وحسستني بالحب اللي موجود في فينا، والحمد لله كل شبابنا بهذه التربية بهذه الصفات الرائعة. رمضان عليكم مبارك، وينعاد عليكم إن شاء الله بالخير والبركة، ونشوفكم إن شاء الله في سنين عديدة بخير وبصحة وسلام. أخوكم سعيد صالح.